محمد هاني احد مكاسب النادي الاهلي في ده عنده ماتش تاني ولا ايه؟ واخد الشنطه وماشي. لا الفرحه جميله فعلا، ودايما هو النادي الاهلي صاحب الفرحه وصاحب السعاده. وده جيل النادي الاهلي الجديد، اللاعبين يعني حمزه علاء ومصطفى شبير ومحمد عبد المنعم كلهم فرقه واحده، ومحمد اشرف ده الناس اللي طالعه جديده بيقعدوا في وسط اللعيبه الكبار. خلي بالك انت كلمتني على محمد عبد المنعم قبل المباراه، اول مباراه لمحمد عبد المنعم واخد فيها ميداليه برونزيه في كاس العالم للانديه، والكابتن شريف برضه. محمد عبد المنعم يا كابتن ابن النادي الاهلي اصلا من زمان، يعني لعيب من اللعيبه